السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في سلسلة كيف تنشئ منحنى ظل. إذن هذه الحصة الأولى غنحاول نشوفوا مجموعة من الأساسيات. إذا ناخذ واحد المعلم أو إيجي متعامد ممنظم. متعامد كيعني بأن المحور الأفقي عمودي على المحور العمودي. المعلم كيكون عنده واحد أو إيجي، إيجي هو أساس المعلم، المتجهتين اي جي، بحيث ان المتجهه اي هي واحد المتجهه موجهه لهذا المحور هذا الافق اللي كنسميوه محور الافاصيل، والمتجهه جي هي متجهه موجهه للمحور العمودي اللي كنسميوه محور الاراتيب. المحور الافاصيل كنرمزو له باكس، والمحور الاراتيب هو يكريك ولا اف ديال اكس. او هي اصل المعلم. اذا معلم متعامد ممنظم، شنو كيعني ممنظم؟ ممنظم كتعني بان جي اي المنظم ديال اي خصو يساوي المنظم ديال جي. شنو كيعني هذا؟ ان او اي المسافه او اي هي المسافه او جي، يعني كندرج المستقيمات المستقيم كندرج محور الافاصيل والاراتيب بنفس التدريجات. دونك الا خدينا مثلا هنا واحد كناخذ واحد، خدينا مثلا ثلاثه المربعات ودرنا هنا مثلا اي، خصني ناخذ هنا ثلاثه المربعات كذلك وندير جي. هذا هو متعامد، هذا هو منظم. الا كان غير متعامد راه ممكن ندرج المستقيم اكس والمستقيم ايكريك بالطريقه اللي بغيت. دابا عندنا واحد المعلم غنحاولوا ننشئوا فيه مجموعه من النقاط او نمثلوا فيه مجموعه من النقاط. نبداو بالنقطه أ. اذا قلنا هذا محور الافاصيل، هذا محور الاراتيب، واحد هو الافصول ديال أ وثلاثة هو الارتب ديال أ. اذا افصول ارتب، اذا الافصول، اذا واحد هنا وثلاثة، كنشوف ثلاثة فين غيجي؟ اذا التقاطع ديال المستقيمين غيجي هنا. اذا هنا غادي تجينا النقطه أ واحد ثلاثة، الأفصول ديالها واحد والأرتب ثلاثة. النقطة الثانية بي ناقص واحد جوج، إذا الأفصول كيساوي ناقص واحد، إذا عندنا صفر ناقص واحد جوج، إذا الأرتب جوج موجب وبالتالي جوج غتجي هنا. إذا غيجينا النقطة بي في هذا المكان هذا. النقطة سي عندها الأفصول ديالها ناقص جوج، إذا ناقص جوج خصني نشوف محور الأفاصيل ونشوف الجهة السالبة، إذا ناقص جوج، والأرتب ديالها ناقص ثلاثة، إذا خصني نشوف من تحت الصفر في الأراتيب ونشوف ناقص ثلاثة، إذا التقاطع يعطيني النقطة سي. النقطة دي الأفصول ديالها جوج والأرتب ديالها ناقص ثلاثة اي في السالبة، اذا غادي يجينا في هذا المكان هذا. بطبيعة الحال الا كانت عندنا نقاط مثلا اي او نقطة مثلا او صفر واحد، اذا صفر يعني الافصول منعدم والارتب واحد، اذا غادي تجي هذه النقطة تنزم الى محور الاراتيب. اذا صفر واحد غتجينا في هذا المكان هذا، يعني هنا. نفس الشيء اللي كانت عندنا النقطة مثلا اف جوج مثلا صفر، اذا الارتب ديالها منعدم، يعني النقطة غتنتمي لمحور الافاصيل، اذا غتجينا في هذا المكان هذا، الارتب ديالها كيساوي جوج. غنحاولو نشوفو دابا كيفية انشاء مستقيم في معلم متعامد. اذا نبداو بالمستقيم الاول اللي هو دي واحد، المعادلة ديالو كتساوي إي كتساوي ثلاثة إكس. إذا في معادلة المستقيم بشكل عام كنديرو جدول القيم، كنديرو واحد الجدول صغير كنسميه جدول القيم. حنا كنعرفو بأن لإنشاء مستقيم يكفي تحديد نقطتين من هذا المستقيم. إذا في جدول القيم غنحدو نقطتين، إذا عندنا واحد الجدول كنوضعو إكس، إكس هنا وهنا إي، وغنحدو نقطتين
اذا نعطيو الاكس قيمه ونحدو ايغريك، ومن بعد نعطيو كذلك الاكس قيمه ونحدو ايغريك. اذا نشوفوا بالنسبه للمستقيم ايغريك كتساوي اكس، هذا مستقيم يمثل الداله التالفيه. اذا هذه عباره عن داله تالفيه. ما معنى داله تالفيه؟ يعني داله كتمر من اصل المعلم. اذا هنا لعطينا صفر الاكس صفر ايغريك غتكون صفر، اذا صفر صفر. النقطه الثانيه نعطي مثلا الاكس واحد، اذا نعوض اكس بواحد غتكون 3 في 1 يعني ايغريك تساوي 3. اذا النقطه اللي لقيت، اذا النقطه الاولى هي 0 0 اذا افصل ارتب، والنقطه الثانيه هي 1 3. اذا هنا يكفي تحديد، اذا 0 0 هي اصل المعلم، و 1 3 اذا الافصل 1 والارتب 3، اذا النقطه هنا. وبالتالي بسهوله غادي ننشئ المستقيم اللي كيمر من هذه النقطة ومن هذه النقطة هذه. إذن هذا هو المستقيم اللي المعادل ديالو إكريك تساوي 3 إكس. ندوزو دابا للحالة الثانية، عندنا المستقيم المعادلة ديالو إكريك تساوي ناقص إكس زائد واحد. إذن كذلك يكفي تحديد نقطتين، غادي ندير جدول القيم اكس ايغريك. اذا نعطيو الاكس قيمه، نحاول ناخذ قيم سهله، نعطيو الاكس مثلا واحد لان هنا واحد، اذا ناقص واحد زائد واحد غتعطيني ايغريك تساوي هي صفر. اذا النقطه غتكون هي واحد صفر، ونعطيو الاكس مثلا صفر، اذا اكس صفر. اذا الى عوضت اكس بصفر غتجي ايغريك تساوي لنا واحد، اي النقطة صفر واحد. اذا هنا يكفي اننا نمثلو النقطتين، اذا عندنا واحد صفر، اذا واحد صفر يعني في هذا المكان هذا، وصفر واحد يعني في هذا المكان هذا. اذا هنا يكفي انشاء مستقيم كيمر من هذه النقطتين هذو. فوالا، إذن هذا هو المنحنى اللي كيمثل المستقيم إيكغريك كتساوي ناقص إكس زائد واحد. الحالة الثالثة عندنا إيكغريك كتساوي ثلاثة، إذن هذه حالة خاصة ديال المستقيم. إذن إيكغريك كتساوي ثلاثة، ما عنديش هنا إكس، فقط إيكغريك. إذن هذا مستقيم يوازي محور ماذا؟ إذن عندنا إيكغريك ثابتة وإكس متغير. إذا إيكغريك كتساوي ثلاثة، كنشوف أنا فين إيكغريك كتساوي ثلاثة، يعني كتساوي في هذا المكان هذا، وبالتالي فهذا المستقيم خصو يكون كيوازي محور الأفاصيل. إذا هذا إيكغريك كتساوي ثلاثة، إذا هنا إيكغريك دائما ثابتة، خذ أي نقطة من المستقيم غتلقى دائما إيكغريك كتساوي ثلاثة، في حين إكس متغيرة. الحالة الموالية إكس كتساوي ناقص جوج، إذا هذا كذلك مستقيم اللي إكس ديالو ثابتة و إيكغريك متغيرة. إذا إكس كتساوي ناقص جوج غادي تكون في هذا المكان هذا، إذا إكس كتساوي ناقص جوج و إيكغريك متغيرة، إذا المستقيم غيوازي محور الأراتيب. بقى لي كذلك نشوف إيكغريك كتساوي صفر. هنا هذا واحد الخطأ كيرتكبو الأغلبية، ملي كيشوف إيكغريك كتساوي صفر كيمشي مباشرة لمحور الأراتيب، وهذا خطأ لأن إيكغريك كتساوي صفر بالنسبة لمحور الأراتيب إيكغريك متغيرة. إذا إيكغريك كتساوي صفر هي المعادلة ديال محور الأفاصيل، وإكس كتساوي صفر معادلة محور الأراتيب، لأن هذا المعادلة ديالو إيكغريك إكس كتساوي صفر. اذا هكذا كننهيو الحصه الاولى اللي كانت حصه بسيطه، وحاولنا نشوفوها نشوفوا فيها بعض الاساسيات. نلتقي ان شاء الله في الحصه الثانيه.